هنتكلم على نوعين اخرانيين من العوامل او الاوبريتورز، اللوجيكال اوبريتورز. واللوجيكال اوبريتورز مهم جدا، مهم جدا لما بيكون بنجمع من بين اكتر من شرط، ما بين اكتر من شرط، عرفت الكونديشن صح؟ لو انا عايز اجمع ما بين اكتر من شرط هعمل ايه؟ يعني هنا مديني مثال x equal 5، يعني خدوا بالكم من الفكره، x equal 5 y equal 5 وz، ماشي؟ جه قال لك z equal، عندي هنا x وعندي f، عندي x equal y and x not equal 5. طيب x equal y، هل ال x بتساوي ال y؟ طب ال x كانت بكام؟ بخمسة. طب وال y بكام؟ بخمسة. هل ال x بتساوي ال y؟ يعني الخمسة بتساوي الخمسة؟ and دي معناها هنتكلم عليها كمان شوية، لكن تعالى بص، x not equal 5، هل ال x not equal 5؟ ال x هنا بكام؟ بخمسة. هل الخمسة لا تساوي الخمسة؟ لا، فولس. اند بقى هنا معناها ايه بقى؟ عندها طرفها، قالت ليها طرف شمال وليها طرف يمين، ليها تو اوبراند، طرفين، هي بتقيم ما بين الطرفين. واند معناها لغة وان، لكن معناها برمجيا معناها يجب ان تكون قيمة كل من الطرفين ترو عشان تبقى نتيجتها ترو. يعني لازم الشمال ده يجيب ترو ولازم اليمين ده يجيب ترو، فهي تجيب ترو. طيب لو الطرف الشمال ده جاب ترو واليمين جاب فولس، ترجع فولس، يعني لا فولس يعني لا ترو يعني يبقى لو الشمال جاب ترو وده جاب فولس، يبقى النتيجه الكليه للشرط ده اللي هما القوسين الاكبر دول بقت بالنسبه لنا فولس. طب ده اللي فولس وده اللي ترو، فولس. طب ده فولس وده فولس، فولس. الحاله الوحيده اللي بتجيب فيها ترو ان ده يبقى ترو وده يبقى ترو، خلاص كده. هنا اهو، هل الاكس ايكوال الواي؟ الخمسه بتساوي خمسه؟ الاكس لا تساوي خمسه، لا دي بخمسه، يبقى هيشغل اللي بعد الالس. بعد الالس القيمه كام؟ 10. يبقى زد نقط اكنها بقت بتساوي اللي بعد الالس 10. لو كانت ترو ودي ترو كان هياخد قيمه الاكس، كانت تبقى خمسه، فكان هيحط الاكس خمسه جوه مين؟ جوه الزد. تمام كده؟ طيب نجرب دي؟ نجربها. ممكن على طول نجربها على السريع. لو احنا فتحنا البايثون، هو مفتوح صحيح، هو تحت اهو، ما خدتش بالي. قلت له ماشي، انا هعمل سيف از واعمل اكزامبل 23. ممكن نكبر كده عشان نبقى شايفين، نشيل الكلام ده كله. اهو الاكزامبل بتاعنا ان اكس بخمسه وواي بخمسة وزد، بتاعت زد بتساوي اكس، ولو كانت ال لو كانت الاكس بتساوي الواي ماشي، ودور في الاخر هقول له برنت الزد ليه. تمام. طيب عملت سيف وبعدين دوست اف خمسة عشان السبيس، سوري عشان ال احنا واخدينها بس من اسمه ايه ده، من ال من اسمه معايا البار بوينت، فعمل فواخد سبيسز كده، فعمل له قلم. طيب هو ممكن يكون تاني، ماشي. اوكي انا هشيل الكوما كده وشيل الزد بقى، مش لازم. انا عملت كده x equal 5 y x equal 5 و z equal كذا 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 كذا، ماشي. وتعالى نعمل كنترول s وندوس f 5، طلع لي كام؟ 10. يبقى زي ما احنا حسبناها صح، لو كانت x ب5 و y ب5 عمل الشغل ده، مفيش مشكله خالص. انا بس اللي عايز اكده، لو كان لو كنا قلنا ان x لا تساوي 6، السؤال هنا بقى اكس بتساوي الواي، دي 5 ودي 5. طب والاند هنا الاكس لا تساوي 6، الاكس ما بتساويش 6، يبقى في الحاله دي اجمالي النتيجه بتاعتي هتبقى ترو، فالمفترض ان الزد اتحط فيها قيمه الاكس اللي هي 5، فالمفترض الزد تطبع بكام؟ ب 5. واحنا كنا محتاجين نعمل ده كده، واعمل ده بيست
وهطبع المرة دي هسمي الفاريبل ده ام، ومرة هطبع الزد، ومرة هطبع مين الام عشان ما امسح لكمش الكود. وسيب المفروض المرة دي الام اتغيرت، بس ان احنا نغير هنا ان دي بقت بستة مش بخمسة. المفروض المرة دي ان الام فعلا هتاخد ترو وترو، فياخد قيمة الاكس يحطها جوه الام، فتصبح الام بكام؟ بخمسة. يبقى يطبع الزد بعشرة والام بكام؟ والام بخمسة. ممكن اقول له كده زد ايكوال، وممكن وهنا برضو ممكن اقول له ام ايكوال، وسيف كده وكنترول في خمسة. طبعا ليه؟ ادي الزد بعشرة والام بكام؟ والام بخمسة. ده كلام سليم. تمام، نرجع بقى كده ونروح نبص على باقي الايه، باقي الاور، نفس عكس كلام الاند. الاند معناها ان يجب ان تكون قيمه احد الطرفين، واحد من الاثنين على الاقل، خد بالك من كلمه على الاقل دي، ترو. ماشي، يعني عملنا الاكس 5 والواي 5 والزد، ماشي. الزد بتساوي اكس، الزد بتساوي اكس اف ان الاكس ايكوال ايكوال واي. طب الاكس ايكوال ايكوال واي، عرفنا. والاكس ده تساوي الخمسه، قلنا لا، بس قول هنا معناها طرف من الطرفين بس ياخد ترو عشان تجيب لك نتيجه ترو. يعني ايه؟ ده ترو وده فولس، ماشي، يبقى ترو. طب ده فولس وده ترو، ماشي، تبقى ترو. طب ده ترو وده ترو، ماشي، تبقى ترو. الحاله الوحيده اللي الاور دي بتجيب فيها فولس امتى؟ لما يكون الطرف الشمال فولس والطرف اليمين فولس. في الحاله دي يقول لك خلاص لا، فولس بقى. يعني اور ما تجيبش فولس ابدا غير لما يكون الطرفين يبقوا معاك فولس، مش شرطين. يعني لو احنا حبينا نطبق عليها اكزامبل على طول، وقلنا والله هناخد من اللي احنا كنا عاملينه ده سيباز، واعمل اكزامبل 24، كل اللي هعمله ايه؟ ان انا هشيل اند واحط ايه؟ واحط بدل منها اور. ده الكود بتاعنا. طيب هنا اكس ايكوال ايكوال واي، يس. هنا اكس لا تساوي الخمسه، فولس. يبقى يس، يبقى ترو وفولس، يبقى هتجيب ترو. يبقى في الحاله دي تاخد الاكس وتحطها جوه مين؟ جوه الزد. يعني الزد هتطلع المره دي بخمسه. الزد هتطلع المره دي بكام؟ بخمسه. طيب وهنا الاكس بتساوي الواي والاكس لا تساوي السته، فبرضه الاور هتطلعك بكام؟ هتطلعها بخمسه، صح ولا ايه؟ طيب المفروض اجرب الاربعه بس، يعني الفكره مفهومه. انا بس هجيب لك واحده تجيب لك فولس، اللي هو ايه؟ اللي انا اقول الاكس لا تساوي الواي والاكس تساوي السته. طبعا ولا الاكس بتساوي سته، صح؟ ولا الاكس لا تساوي الايه؟ ولا الاكس لا تساوي الواي. في الحاله دي احطها جوه مثلا جوه ان، واقول له اطبع لي قيمه ان. يعني طبعا ان الوحيده اللي احنا عارفينها تطلع بفولس، لان الوحيده اللي جت اكس لا تساوي واي دي فولس. طب الاكس بتساوي تساوي الاكس، الاكس الاكس بتساوي تساوي 6، لا ما بتساويش 6، يعني دي فولس ودي فولس، فجابت كله فولس. ودي الحاله الوحيده اللي هتجيب بيها 10، يعني الان الوحيده تبقى ب 10. اما الزد والام هيكونوا بايه؟ بخمسات. كنترول اس كنترول اف 5، قال لي والله الزد بخمسه والام بخمسه والان بكام؟ والان ب 10. تمام كده؟ فاضل لي بقى النوت، والنوت دي معناها دي بقى بتاخد طرف واحد، دي بتطبق على طرف واحد اللي تعكس قيمته. لو كان فولس تعمله ترو، لو كان ترو تعمله ايه؟ تعمله فولس. يعني مش قبل الجمله كده حاطين حاطينها مش كذا، خلاص؟ يعني اكني بقول ايه؟ اما احط علامه تعجب هنا واقول اكس بتساوي تساوي واي، مش اكس بتساوي واي، اكنك قلت ايه؟ اكس مش بتساوي واي. هنا اهو اكنك قلت اكس لا تساوي خمسه كده. لكن فدي بتعكس الايه؟ بتعكس الكونديشن بتاعك. عكس يعني لو انا جيت دلوقتي قمت عامل سيف اس وعملت اكزامبل 25، اجرب لكم فيه النوت. خلينا زي ما احنا، انا لو جيت هنا عملت، يعني عندنا نوت، كان الشرط هنا ان اكس بتساوي واي، اكس لا تساوي 5 لا، بس عشان اور عدت طالما في واحد اللي هو ده اكس. طب لو انا عملت كده علامه تعجب معناها لا، هل اكس بتساوي واي؟ لغايه هنا كده تقول لي علامه التعجب تخش تقول لك لا، تجيب لك العكس، اللي يبقى لا واللي لا يبقى المهم دي ولا لا، يبقى لا، طالما محطوط فيه علامه تعجب.
طب ودي لا، يبقى في الحاله دي كده فولس وفولس، يبقى الاور هتجيب لك ايه؟ الاور كليا هتجيب لك فولس، وفي الحاله دي هتبقى الايه الزد بايه؟ الزد ب 10، صح كده؟ الزد ب 10. مش شرط تبقى في اند مع اند ومع اور، ممكن تبقى حاجه بسيطه، ممكن تبقى حاجه بسيطه. يعني ايه؟ ممكن تكون كده، هل اكس بتساوي واي؟ هتقول لي ترو، هقول لك بس معمول هنا علامه تعجب، يعني مش بتساوي واي، فهجيب لك فولس، فتجيب كام؟ تجيب برضو الايه؟ تجيب برضو ال 10. طب لو عملت كده ان هو كده علامه تعجب على نتيجه الشرط كله، على نتيجه ما بين القوسين كلها. طب نتيجه ما بين القوسين كلها اكس لا تساوي الواي، ده فولس. طيب اكس بتساوي تساوي الايه؟ 6. طب ما ده فولس برضه، يبقى كده الاور كله جاب فولس، يعني الشرط اللي انا معايا ده كله جاب فولس، قام عكسه خلاه يبقى ترو، فيقوم حاطط الاكس جوه مين؟ اللي انت تطلع ب 5، يعني يطلع 10 10 5. لا بنشتغل بيها برضه، دوس اف 5 واجرب. هنا قال لي معلش مش هينفع تحط لي تعلم تعجب قبل القوس مباشره. انا اسف جدا، طبعا هي علامه التعجب دي في بعض اللغات او اكثر اللغات معناها كلمه نوت، بس احنا هنا في البايثون بنكتب كلمه نوت مش علامه التعجب، فانا ام سوري ان انا كتبت علامه التعجب على طول مباشره. المفروض علامه التعجب دي بنحط مكانها احنا نوت، بنكتب نوت نوت، يعني ما بنحطش علامات. فدوست كنترول اس ودوست اف 5 طلع لي، قال لي زد ب 10 والام ب 10 والان بكام؟ ب 5. فعلا عكس زي ما احنا قلنا. دي كانت طبعا الايه الجزء بتاع اللوجيكال اوبريتور، اخر جزء في الاوبريتور زي اقوله على طول، لان مش عايز اخش فيه بالتفصيل بصراحه، لان مش هنحتاجه كتير في الجزء المبدئي، لان هو بيستخدم بشكل اقوى في الشغل بتاع حاجات تخص التشفير او حاجات زي كده. لكن لو جينا بصينا على الفكره بتاعته، هو فكرته كلها البيت وايز اوبريتورز اللي هي العوامل اللي بتشتغل على مستوى البيت. احنا عارفين الكمبيوتر اصلا، لو رجعنا كده بقى بالذاكره ورا الناس اللي كانت علمت كمبيوتر في البدايات، هتعرف ان الكمبيوتر بيشتغل يا اما بزيرو يا اما بون، صح؟ فهو بيشتغل على الفكره دي، يعني في اوبريتورز بتشتغل على فكره الزيرو وان والكلام ده كله. لو انت تبعتها بالباينري، فمثلا لو قلنا الاي ب 60 والبي ب 13، ففعليا هي جوه الكمبيوتر بتتمثل 0011100، دي كده معناها 60، وال 13 معناها 10110000. فمعناها ايه بقى؟ يعني دي بواحد، بعد كده 2، بعد كده 4، بعد كده 8، بعد كده سيبك، يبقى كده معنا الواحد ومعنا الاربعه ادي 5، والثمانيه يبقوا كام؟ 13. هتقول لي عملتها ازاي؟ اقول لك مش مهم دلوقتي، لكن هي 1 2 4 8 16 32 128 256 512 1024 والى اخره. لاحظوا طبعا الارقام دي، يعني لاحظوها طبعا، دي الارقام اللي متكون منها حتى في الارقام المعروفه بتاعتنا في الفلاشات في الاحجام في كل حاجه في الكمبيوتر بيبقى ماشي بالارقام دي دايما، لان ده الباينري سيستم بتاعنا. لكن انا مش عايز اعقد الموضوع، عشان انا عارف ان الحته دي ممكن تبقى معقده جدا في البدايه، بس هي ناقص دي اخر حاجه في الاوبريتورز، فانا لازم اقولها عشان ابقى استريحت يعني، وتبقى انت فاهم الفكره، مش لازم تكون عارفها كلها بالتفصيل دلوقتي. كل عامل من دول زي ده باينري اند، عارفين الاند من شويه؟ يعني لازم تكون ترو عشان تجيب ترو. فلما تيجي تقول مثلا ايه والعلامه دي اللي هي اند وبي، بقى معناها ايه؟ صفر وواحد، اكنك بتقول فولس وترو، يبقى فولس. طب فولس وفولس يديك فولس. 1 1 اكنك بتقول ترو وترو تديك واحد. 1 1 يبقى اكنك بتقول ترو وترو يديك واحد. تمام؟ وواحد وصفر مش مهم يبقى صفر، وواحد وصفر صفر اللي هي فولس وترو فولس، فولس وفولس يديني فولس، فولس وفولس يديني فولس. وهكذا بقى مع الايه؟ مع الاور ومع الاكس اور اللي اعرفها، ومع الكومبلمنت وباينري شيفت، تزق وحايد وصفار شمال وتزق وحايد وصفار يمين. حتى لو ما فهمتش مني الحته بتاعت البيت وايز اوبريتورز، انا عارف ان هي محتاجه شرح كتير عشان تبقى الناس اصلا عندها خلفيه الباينري سيستمز والكلام ده كله، بس انا حبيت بس اللي عنده خلفيه باينري سيستم هيلقطني على طول، هيفهم اللي انا قلته على طول. اللي ما عندوش ما يقلقش منها خالص، بس يبقى عارف ان في حاجه بتشتغل على مستوى البتات وبتنقل الاصفار والوحايد اللي جوه الكمبيوتر بس.
يبقى حاجات تناولنا بس في الجزء ده البيت وايز اوبريتورز، عرفنا فكرتها، واللوجيكال اوبريتور طبقنا عليها شويه امثله كده صغيره عشان يبقى كده خلصنا الاوبريتورز كلها. وبالتوفيق.